السيدات والسادة أهلا بكم. انطلقت أمس أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب 17 بخطاب عرش ملكي سامن رسم فيه جلالة الملك عبد الله الثاني خارطة طريق مباشرة وواضحة المعالم أمام مجلس النواب. ومنها أيضا كانت هذه الرسالة إلى المواطنين كافة في مواقعهم وأماكن تواجدهم. جلالة الملك تحدث بكل سلاسة ووضوح عن كل المفاصل التي تهم الوطن والمواطن ومواصلة السير في الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وتطرق جلالته إلى محطة الحياة السياسية حيث التحديات الماثلة أمام الجميع، إلا أن الأردن وبين فيها قادر على تحويل التحديات إلى فرص بالإصلاح الشامل والتنمية، وذلك من خلال الانتهاء من مشاريع القوانين التي أنجزت أو تلك التي في طور الإنجاز، وبخاصة قوانين البلديات واللامركزية والأحزاب والانتخابات، وخاصة قانون الانتخابات الأخير الذي عول عليه جلالة الملك أن يقود المجتمع إلى عدالة أكثر في التمثيل وصولا إلى الحكومات البرلمانية من قوانين النزاهة والشفافية لصون حقوق الإنسان. ماذا ينتظر المواطن الأردني من الدورة العادية لمجلس النواب 17؟ مجموعة من التقارير يسرد لنا التقرير التالي. جلالة سيدنا شكل خطاب العرش السامي رسالة واضحة لمجلس النواب متضمنا أبرز التحديات والقوانين التي تنتظر المجلس في دورته العادية القادمة، وتأكيدا على النهج الملكي بالسعي والتوجيه للإصلاح بتدرج وثبات ووفق الأولويات الوطنية. جلالة الملك شدد على أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتعميق مشاركة الأردنيين ومساهمتهم في تحديد أولوياتهم ووضع تصور مستقبلي لمناطقهم. ونؤكد هنا التزامنا بخيار الإصلاح الشامل بتدرج وثبات ووفق أولوياتنا الوطنية، واستكمالا لخطوات التي حققناها في هذا المجال، فإننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات وتعميق مشاركة المواطنين وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية. واستكمل جلالته توجيهاته إلى مجلس النواب، وذلك بضرورة إنجاز قانون الانتخاب الذي سيساعد في نقل الأردن إلى مرحلة متقدمة في المسيرة الديمقراطية وتحقيق عدالة في التمثيل وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية. وهنا فإننا نتطلع أيضا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية، يحقق عدالة أكثر في التمثيل ويمثل على توسيع أو يعمل على توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني لتحقيق رؤيتنا في تشكيل الحكومات البرلمانية. وهو ما حرصت الحكومة على تضمينه في مشروع القانون المقدم إلى مجلسكم الكريم.
جلالة الملك أشار في معرض حديثها عن القوانين الإصلاحية إلى أن أمام مجلس النواب مهمة محورية في إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك لتحقيق مبدأ العدل والمساءلة، داعيا الحكومة والنواب إلى التعاون الكامل والارتقاء إلى مستوى المسؤولية. وبالتوازي مع برامجنا الإصلاحية فإننا نسير بخطوات عملية لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك ترسيخ النزاهة والشفافية، مما يتطلب إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافل الفرص والمساءلة. وهذا يستدعي التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب والارتقاء إلى مستوى المسؤولية. خطاب العرش إذن وضع الحكومة ومجلس الأمة أمام مهامهم ومسؤولياتهم ورسم الخطوط العريضة للإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، الأمر الذي يتطلب تعاونا كبيرا بين الجهة التشريعية والتنفيذية، وذلك لتحقيق ما يتطلع له الأردنيون وينشدونه منذ سنوات. الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ملفات محورية تحدث عنها جلالة الملك، موجها النواب والحكومة على حد سواء لإنجازها بأسرع وقت ممكن. اليوم نناقش أعمال الدورة العادية والملفات التي من المتوقع أن تعرض عليها مع ضيوفنا كل من أصحاب السعادة النواب الدكتور محمد الحاج وأمجد الخطاب وعبد الله الخوالدي. يبدأ الحوار بعد الفاصل. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في بداية حلقتنا لهذا المساء، وأرحب بأصحاب السعادة النواب الدكتور محمد الحاج. مساء الخير بك دكتور. تحياتي. أيضا سعادة النائب أمجد الخطاب، أهلا وسهلا. وأيضا سعادة النائب عبد الله خوالدي، مساء الخير. أهلا وسهلا. نذكر الأخوة المشاهدين بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية، هل تعتقد أننا سنشهد إقرار قانون الانتخاب في الدورة الحالية؟ نعم أو لا؟ ننتظر تفاعلكم وتصويتكم. أبدأ معك دكتور محمد الحاج، يعني من أقصى اليمين خنأخذ، يعني خطاب ملكي واضح وأجندة ربما واضحة للدورة العادية لمجلس. نعم. ماذا تقرأ في هذا الخطاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح طبعا، يعني جلالة الملك أشار إلى أمرين. الأمر الأول الإنجازات التي تمت، وأشار إلى قانون الأحزاب وقانون البلديات، وأشار أن مسيرة الإصلاح ماضية في طريقها رغم الأوضاع السياسية في المنطقة الصعبة، لكن لن نتوقف في مسيرة إصلاح. ولذلك أشار إلى القوانين الناظمة للإصلاح، ومنها قانون اللامركزية الذي أعاده جلالة الملك لإضافات بسيطة إن شاء الله في جلسة مشتركة واحدة سينتهي، و أشار أيضا إلى قانون الانتخاب الأساسي اللي أعتقد أنه الشعب الأردني كله مهتم في هذا القانون، كما أشار أيضا إلى قوانين الاستثمار والاقتصاد الوطني وما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع بضرورة الاهتمام به. هذه أهم القوانين اللي أشار إليها جلالة الملك، ولذلك قطعا ستكون لها أولوياتها على الدورة العادية الثالثة. عظيم. سعادة النائب أمجد الخطاب، يعني قوانين ربما يرى البعض أنها أكثر من أن تحتملها دورة، ما رأيك في برنامج العمل لهذه القوانين؟ فعلا الموجود في المجلس يعني الاستحقاق القادم ضمن مسارين، المسار الإصلاح الاقتصادي ومسار الإصلاح السياسي. مسار الإصلاح السياسي تم إقرار قوانين كويسة، قانون البلديات باعتبار أنه مشاركة فيه شعبية، فبالتالي يدرج من ضمن قانون الإصلاح السياسي، وقانون المركزي بحاجة لعدو. ظل حاليا القانون اللي بتوج عملية الإصلاح السياسي أو اللبنة الأخيرة لهذه المرحلة اللي هو قانون الانتخابات. قانون الانتخابات من القوانين المهمة جدا، وهو المؤطر للعمل السياسي خلال المرحلة القادمة.
أتانا القانون إلى المجلس، قامت اللجنة القانونية مشكورة بعمل حوار وطني حول هذا القانون، كأنه خرجت بحدود 1200-1300 مقترح من كافة أطياف المجتمع المحلي. سنتحدث عنها هذه اللجنة ومخرجاتها. في قوانين الإصلاح الاقتصادي برضو إحنا أمام جملة من القوانين ربما يعاد لنا قانون ضريبي لإعادة دراسة بعض المواد حتى يكون بشكل أشمل وأعم، وتكون نسبة المشاركة في دفع الضريبة بشرائح أوسع حتى يحقق القانون هدفه، وإحنا بانتظار القانون يأتينا بإذن الله تعالى من الحكومة. لكن اللي بدي أقوله أنا إنه المجلس يعني حقق إنجازات كبيرة في على المستويين، المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، إلا أن هناك المطلوب أيضا، لكن ما بدنا نحرق المراحل. الإصلاح عندنا متدرج وكل مرحلة بمرحلتها على المستوى إن كان اقتصادي وإن كان سياسي. عظيم. سعادة النائب عبد الله الخوالدي رئيس الوزراء بعد الانتخاب رئيس مجلس النواب أكد على أنه راح يكون في التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، كيف تقرأ خارطة الطريق بين الحكومة ومجلس النواب في مشهد إقرار هذه القوانين و تمريرها بشكل يعني مناسب الوقت؟ اولا مساء الخير للمشاهدين، اذا سمحت لي بس دقيقه واحده بحكي على حديث جلاله الملك، والذي كان هو حديث طبعا هام وشامل سواء كان في موضوع الاصلاح السياسي او الاصلاح الاقتصادي، وكذلك توجيه الحكومه الى انشاء صناديق خاصه للاستثمار باموال سياديه محليه ودوليه، وكذلك التعاون مع البنوك في هذا المجال. وهذا على فكره راح يفرض على الحكومه يعني جهود كبيره جدا في هذا الفتره القادمه، ونحن برضه راح يكون دور يعني مساعد ورقابي بحيث انه فعلا هاي الفكره تجد طريقها الى النور وتقوم بعمل يعني حل مشكلة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية. لكن هذه الصناديق لم ترد ضمن خطة الحكومة اللي أطلقتها الأردن عام 2015. نعم، هي فكرة جديدة كما تفضلت، ستضيف عبء عليها يعني. هي راح تضيف عبء عليها، وبنفس الوقت يعني سيدنا دائما وأبدا سباق في موضوع الاستثمار، وهو يعني يرى رؤية واضحة بأنه يجب وضع برنامج واضح وصريح لتمويل مشاريع الاستثمار سواء كانت في التعاون بين القطاع الخاص والعام أو القطاع الخاص. صح. وهذه قضية كثير مهمة، وأنا أرى بأن هذا جهد يجب أن يكون هناك جهد مشترك من النواب ومن الحكومة في إنجاح هذه الفكرة. القضية الأخرى والتي هي الأهم هي قضية محاربة الإرهاب الذي ذكرها سيدنا وأشار إلى أن القدس في عيوننا، وأن القدس هي دائما وأبدا وهي مسؤولية الهاشميين دائما في الحفاظ على القدس والمقدسات بشكل عام. والإرهاب الآن أصبح إرهاب عالمي وليس إرهاب محلي أو إقليمي حتى، وهو أصبح قضية عالمية، وطالما نوه جلالة الملك لأن موضوع الإرهاب يجب أن يعالج على المستوى العالم بشكل عام. في موضوع ما تكلمت على موضوع التعاون في موضوع ما بين المجلس النواب والحكومة، أنا أرى بأن التعاون قائم، ونحن خصوصا في يعني عندنا توجه واضح في كتلة المبادرة النيابية، ولنا الشرف بأن نكون أحد أعضائها، بأننا هنالك برنامج عندنا واضح وصريح مع الحكومة في التعاون في جميع مجالات سواء كانت السياحة أو النقل أو الإعلام أو الأعيان التعليم، وكذلك في القوانين الاقتصادية الخاصة في الاستثمارات وخلافها. ولدينا برنامج محدد، ونكون قريبين الحكومة بقدر تجاوب الحكومة معنا، ونكون بعيدين عنها قدر بعدها عن التجاوب في هذه الاتجاهات من خلال برامج مدروسة ومتفق عليها بين الطرفين وخلال مدة زمنية تنفذ بوقت محدد لكل جهد من هذه المجالات التي نعمل من أجلها سواء كانت في الصحة والإعلام أو خلافها. عظيم. سعادة الدكتور محمد الحاج، يعني هل في الخبرة السابقة للحكومة ومجلس النواب التزام بالمواعيد والمدد والتعاون لإنجاز القوانين، يعني هناك دائما كان يقال في تأخير إما من طرف المجلس وإما من طرف الحكومة، كيف تقيم العلاقة في الإنجاز حتى أن نتفرغ للملفات اللي أنت زي ما تفضلت حكيتها قبل شوي؟ أنا أعتقد أن الآن يعني استقرت العلاقة ما بين الحكومة ومجلس النواب، ولا أعتقد أنه في مناكفات في هذه الدورة أو محاولات لحجب الثقة وعدم حجب الثقة، يعني انتهت هذه الدورة تقريبا الأخيرة، وبالتالي يعني الكل عازم على أن تكون هنالك أمور عملية وإنجازات حقيقية. وبالتالي حتى قضية الغياب والنصاب، أنا يعني أتصور أن هذه الدورة لن تشهد مثل هذه الأمور،
لأنه الكل يعني يحاول أن يثبت في الدور ده بياض وجه يعني نعم أنه هو موجود وله دور إلى آخره. وكما قلت يعني ثبت في النهاية أنه لا بد من أن يكون هنالك تعاون، وأن المناكفات بين الحكومة والسلطة التشريعية فيها ضررها أكثر من نفعها. ويعني وجلالة الملك تقريبا يعني أشار إلى مثل هذا الموضوع بضرورة التعاون. أنا متفائل جدا أن هذه الدورة ستكون أكثر دورة فيها إنجازات لمشاريع القوانين، وللرقابة كلاهما سيكون له دور أساسي في عمل المجلس في هذه الدورة. وسيما أنه أنا أتوقع أنه القوانين أو مشاريع القوانين التي ستعرض والموجودة في مجلس النواب هي فعلا أكبر من حجم دورة 6 شهور، ولذلك أنا أتوقع أن يكون في دورة استثنائية لإكمال قوانين، وخاصة قوانين اقتصادية مهمة جدا. ومنها هل هذا يعني أن مبادرة جلالة الملك الوقت لا لن ربما لن يسعفكم في إنجاز نعم قوانين. نعم الحجم كبير، وبتعرف الآن في قانون الموازنة العامة للدولة والمؤسسات الحكومية، وهذا سيأخذ يعني وقت في مناقشته، وقانون الانتخاب أيضا من القوانين اللي راح تأخذ يعني أيضا وقت في مناقشته. ومبادرة جلالة الملك في موضوع الصناديق هذا أيضا سيأخذ يعني وقت من الحكومة من جهة وديوان التشريع، ومن مجلس النواب أيضا من جهة أخرى. أنا أتوقع أنه يعني رغم كثافة العمل اللي راح تكون سنكون بحاجة إلى دورة استثنائية. عظيم. سعادة النائب عزيز، هناك أستاذ أمجد حديث حول صناديق استثمارية، لكن الخبرة والتجارب تقول في يعني دائما لبس، دائما يتم تأخير، تجارب كثيرة، العقبة وغيرها، مناطق تنموية، يعني تحتم أن في دروس وتجارب يجب أن نستفيد منها. عندما نتحدث عن صناديق استثمارية ستكون بأموال الدولة وأموال سيادية، صناديق سيادية وأموال الشعب في النهاية، ما الضامن لنجاحها وكيف الحكومة أن تدير هذا الملف؟ لا يوجد خبرات سابقة في الأردن في هذا المجال، توقعك هل ستنجح الحكومة بهذا؟ لا، أنا شوف الملاحظ دائما أنه جلالة الملك يعني متقدم على الحكومة وعلى المجلس في كل الطروحات، إن كانت اقتصادية وإن كانت سياسية، وهذه مش نفاق، هذه حقيقة واقع. وإذا بتلاحظ أنت يعني الصناديق الاستثمارية هذه الحكومة لم تدرجها في خطتها وما أشارت إلها، بينما جلالة الملك أوردها في خطاب العرش. الحين إحنا اللي متعودين عليه أنه في الحكومات السابقة ده عادة بيصير في تلكؤ وما بيصير في إنجاز وما بيصير في عمل على قدر عالي من المسؤولية. لكن إحنا نتوقع من هذه الحكومة ومن خلال تجربة معانا إحنا ككتلة مبادرة في مجلس النواب الحالي، إنه اتفقنا إحنا والحكومة على عدة ملفات، وكان في التزام بنسبة مرضية شيئا ما في الالتزام. مثلا يعني اتفقنا إحنا وياهم على عدة ملفات في قانون في النقل وفي قطاع التعليم العالي وقطاع التعليم الخاص وبرامج الطاقة، وجدنا هناك التزام مرضي لنا، مرضي لنا بحيث انه نستمر في العلم في العمل. واحنا يعني اخذنا اشاره جلاله الملك في التشابك، وتشابكنا مع الحكومه بشكل ايجابي، وعملنا كمؤسسات ضمن استقلالها الدستوري كل مؤسسه، لكن بعمل التشابك الايجابي الذي لا تطغى كل سلطه على السلطه الثانيه فيه، وتقدمنا ببرامج. انا بتوقع من هذه الحكومه انه يكون في انجاز جيد بالنسبه لقوانين الاستثمار، وان تتولها ويعني وأن يعني حينما يأتينا القانون سنقوم بوضع آليات فيه لعمل هذا الصناديق وكيفية إدارتها. بنحاول كمان يعني إحنا في التشريع أن لا يتم هناك تعطيل لمثل هذا الأعمال، لأنه الصناديق الاستثمارية معروف أنه إحنا عندنا موازنتنا، مثلا عندنا قانون الموازنة العام الحالي موجود فيه 85 أو 86% منه هو عبارة عن نفقات جارية، فبالتالي ما في مشاريع رأسمالية. الحين الصناديق هاي أهم أعمال بتقوم فيها راح تقوم بالمشاريع الرأسمالية الاستثمارية اللي بتعود بالخدمات على الناس وبتفتح وبتزود فرص التنمية وبتعود بدخل برضو كمان لمستثمرين في هذه الصناديق. عظيم. أستاذ عبد الله، يعني هناك بعد أن تحدث جلالة الملك حول الإصلاح السياسي والالتزام بالإصلاح السياسي،
تحدث عن الفساد يعني وأن محاربة الفساد هي التزام و يعني بلها جهد عظيم بهذا الاتجاه. الملاحظ بأن مجالس النواب لم يعد يعرض فيها قضايا كبرى بهذا الاتجاه، وأصبحت الأمور هي تنتهي وتبدأ في هيئات مكافحة الفساد وتذهب إلى القضاء. باعتقادك هل سيقف المجلس ويطمن الحكومة أمام قضايا مهمة في هذا الاتجاه وسيدعم توجهات الملك والحكومة في موضوع محاربة الفساد وكيف؟ سيدي، أولا دور دور مجلس النواب الأول هو الرقابة والتشريع، والرقابة هي جزء من محاربة الفساد طبعا بكل أشكاله، سواء كانت في الأجهزة الدولة أو حتى في الشركات المساهمة العامة وما شابه ذلك. ما في شك بأنه نحن اللجنة المالية السنة الماضية أقضت وأمضت فترة طويلة من الزمن وهي تقوم بمراجعة ديوان المحاسبة وتقاريره لعدة سنوات، أتصور أن قطعوا شوط كبير في هذا المجال، وهذا دليل على أن مجلس النواب هو يقوم بدور الرقابي المتكامل لمحاربة الفساد بكل أشكاله. طبعا ما في شك بأنه في رقابة برضو من المجلس على عديد من النشاطات التي تقوم فيها الحكومة ومشاريعها. نحن لا ننكر بأن الحكومة الحالية منذ بداية هذا المجلس تحاول قدر الإمكان أن تلتزم بالشفافية في موضوع المشاريع والعطاءات الحكومية، ولكن عندنا مشكلة كبيرة في الفساد الإداري. نحن أكبر مشكلة نواجهها في هذا البلد هو الفساد الإداري. الفساد الإداري له شكلين من الأشكال، إما أنه يكون فساد بمعنى فساد مالي وإما فساد إداري. الفساد الإداري نحن نرى بأن هنالك بيروقراطية قاتلة في أجهزة الدولة، صح، وفي تعطيل كبير للعمل العام سواء كانت في المشاريع الاستثمارية أو حتى في القضايا الحياتية التي تهم المواطن. وتوجهنا الحكومة في هذا الاتجاه وعقدنا العديد من الجلسات مع وزير التعليم العام كيف نطور أداء الجهاز الحكومي ونرتقي في تدريبه وتأهيله بحيث فعلا نقضي على قضية تأخير في قضايا عمل المواطن الأردني ومسيرة حياته بالكامل. إذا سمحت لي في نقطة كثير مهمة سألت السيد أمجد عليه ونحب أحكي عنها، نحن على فكرة في المجلس شرعنا قانون الاستثمار، وهو على فكرة قانون ضم جميع الهيئات التي لها علاقة بالاستثمار تحت هيئة واحدة وهي الاستثمار، وكذلك أقرينا قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. وهذا الموضوع بموضوع الصناديق السيادية على فكرة الآن هو دور حكومي 100%. الآن نحن دورنا كمجلس نواب إذا هنالك أي تشريعات بحاجة للتعديل سنكون جاهزين لتعديلها، ولكن تنفيذ هذه الصناديق على فكرة المملكة الأردنية الهاشمية الآن والبنك المركزي يعج بالأموال التي ليس لها مجال للعمل، وحيث يوجد في البنك المركزي الآن أكبر رصيد في تاريخه 15.2 مليار دولار فائض مالي موجود في البنك المركزي، يمكن استغلال قسم كبير منه في مشاريع مهمة للوطن، والتي من بينها يعني هذا العمل نحكي عليه موضوع مثلا سكك الحديد، ربط المملكة بشبكة نقل متكاملة، في عندك قضايا طبعا بحاجة إلى التوسعة في مشاريع في النشاطات الصحية والتعليمية. فنحن لننظر له الآن فعلا خلق علاقة متكاملة لإنشاء مشاريع مشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع الخاص يجب أن يقود المسيرة، لأنه الآن نحن نتكلم عن بطالة عالية وفقر، وجود فقر في جميع أنحاء المملكة. إذا لم يقم القطاع الخاص بإغلاق هذه الفجوة ستبقى تكبر وتكبر مع الأيام. عظيم. دكتور محمد، يعني في البلد الناس بدهم ثلاث أشياء: صحة، تعليم، نقل. هل تعتقد أن الحكومة نجحت في هذا وبإدارة هذه الملفات الثلاثة إضافة للملفات المطلوبة منها؟ سعادة النائبين العزيزين هم في المبادرة النيابية، وعملت المبادرة جهد عظيم في موضوع مثلا أسطول النقل الحكومي، نعم، على ضبطه وعدم الهدر وتتبعه، نعم، وربما البعض يرى هذا وشطب العديد من السيارات أنها نجحت، يعني الحكومة استجابت إلى حد ما، لكن المعادلة اليومية التي يواجهها الناس هي الرحيل عن طريق وسائل نقل تعبانة، ويوميا بنشوف حوادث، طلبة الجامعات يوميا يعانون. ماذا فعلت الحكومة لطلبة الجامعة الهاشمية؟ ماذا فعلت الحكومة لطلبة جامعة علوم التكنولوجيا؟ ماذا فعلت لبهدلة الناس على الطرق في طريق الصحراوي؟ ماذا فعلت للناس الموجودين لطرق الزرقاء وغيرها؟ الأزمات المتكررة المرورية. الأمانة جزء من الحكومة والحكومة جزء من الأمانة، والملفات كثيرة. خلينا نحكي بصراحة، الصحة اذهب للمستشفيات الأطراف، بعضهن الوسخ فيهن ما بتقدر تفوت عليهن، يعني الديكور في عمان حلو لكن الإخراج في الأطراف سيء. فكيف تنظر لحكومة أنجزت ما عليها وعلاقة إيجابية مع مجلس النواب ولم تطرح هذه القضايا أمامها؟ يعني جلالة الملك ترى أشار بشكل خاص لقضية النقل كمشكلة موجودة، نعم، ووجه الاستثمار لأن يكون في
هذا المجال، وهو من أكثر فعلا المجالات أو أكثر مشكلات حدة في البلد، مشكلة النقل، مشكلة الأزمة المرورية في عمان مثلا صحيح. بالذات، بل أصبحت في معظم المدن حقيقة. قطاع النقل بحاجة إلى حل جذري، وأعتقد أنه يعني الحكومة ما قدمت في هذه على الأقل السنتين اللي مضوا ما قدمت حلول جذرية جيدة أو ذات بال حتى في مجال قطاع النقل. لذلك يعني لابد طبعا الحكومة كموازنة منها لحل 10% من هذه المشكلة مش ممكن، ما في هنا، لابد أن يدخل دور القطاع الخاص زي ما تفضل ساعات أكيد طبعا يقود أكيد ضروري جدا، سواء كان في مجال النقل البري أو البحري أو تخصيص لبعض الخطوط يعني نعم. يعني في النهاية فهذا موضوع بحاجة إلى دراسة وعناية. أنا لا أدري يعني ماذا قدمت المبادرة بالذات، لكن لابد يكون في حقيقة يعني إشي عملي واضح ولا يؤثر على الموازنة اللي هي شفة ما في مجال تدخل فيها إشي، كما أشار ساعة النائب أنه 85% نفقات جارية وبالتالي ما فيش رأسمالية، فهنا لابد. ويعني أنا أعتقد يعني الصحة والتعليم ألطف يعني مشاكلهم من قضية النقل، مع العلم أنه يعني المستشفيات كما أشرت مباني بدون محتوى صحيح. يعني حتى عندنا مثلا في الزرقاء مستشفى جديد، ومن حيث العجلون الكبير هذا المبنى من أروع ما يمكن، يعني بتدخل عليه من أروع ممكن. حتى مستشفى الأمير فيصل برصيفي برضو كمبنى وأرض حواليه وشيء رائع، لكن تدخل بتلاقي فيش طبيب قلب، فيش جهاز قسطر، فيش كذا، يعني خاوية حقيقة من الكوادر البشري. ولذلك لابد يعني أن تكون الموازنة تتضمن مخصصات لكوادر وأجهزة في المجال الطبي. التعليم يعني يمكن الحكومة الآن أصبحت تركن على القطاع الخاص، سواء كان في المدارس أو في الجامعات، وأصبحت المدارس الخاصة فيها تأخذ نسبة تقريبا حوالي 40% إذا حسبت رياض الأطفال فيها أكثر من 40% من طلاب المملكة بداوموا في مدارس خاصة، وأصبحت بعض القرى في الشمال بحاجة أنهم يعمل مدرسة خاصة وينجح مشروع المدرسة الخاصة، لأنه الوضع أصبح يعني صعب في يعني حتى كوادر المدرسين والإمكانيات وكلها أصبحت مهلهلة. فيعني الله يعين طبعا هذه الموازنة شو بدها تحتمل، لكن لابد من الاهتمام بمثل هذه القضايا الأساسية في حياة المواطن. أنا أعتقد أنه يعني موضوع البطالة ترى له يعني اهتمام عند المواطنين أكثر من هذه القضية أصبح، لأنه الآن الأسرة اللي فيها واحد بيشتغل هذه بيقولوا يعني الحمد لله ما فيش يعني صح. نعم البطالة. سعادة النائب أمجد الخطاب، شكرا دكتور محمد. آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة بتقول ارتفعت يعني نسبة نعم. البطالة صح. بينما الحكومة تقول شغلنا ناس، يعني احنا مع كل الجهود الله يعطيها العافية عليها يعني، بس كمان هذه الناس بيسألوها الأسئلة، يعني القوانين مهمة وما تقوموا فيه من تشريعات أمور مهمة جدا، بس في النهاية الناس بيصطدموا بحق سعر جرة الغاز وقلن الديزل وعنده ولد تخرج من الجامعة ودفع دم قلبه عليه وبده شغل. أخي الحبيب خليني بس أعقب على نقطتين. أنت سألت عن قضايا الفساد، يعني ما عاد تسمع في قضايا ناقشها المجلس. أنا بشوف أنه المجلس قام بدوره من خلال لجنة النزاهة والشفافية، يعني كانت هناك كثير من الجلسات عقدت مع أجهزة مختلفة وعقدت مع مؤسسات مختلفة من خلال لجنة النزاهة، ومثالا على ذلك قضية بنك الإسكان. نعم. يعني المجلس كان يقوم بدوره في هذا المجال أو في هذا القطاع بشكل ممتاز جدا، وأنا على اطلاع أنه لجنة النزاهة والشفافية
عقدت عدة لقاءات، ناقشت عدد كثير من القضايا. مثلا المجلس قام بدوره في قضية التعزيم اللي صارت في وادي موسى، وهي قضايا من قضايا لو تركت ستعمل على مصاعب النار. الحين بالنسبة لقطاع النقل والقطاع التعليمي ممكن نخليها بعد الفاصل، هاي بعد الفاصل مضطرين نذهب لفاصل، بس أطول نسب شارك شباب بعد فاصل نذهب إلى سؤال شارك أو حول تطبيق رؤية. يقول السؤال: هل تعتقد أننا سنشهد إقرار لقانون الانتخاب في الدورة الحالية؟ نعم 50% ولا 50%. نعود إليكم بعد فاصل قصير. بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ونعود لساعه النائب الدكتور أمجد الخطاب في حديثنا. لكن قبل ذلك سؤال شارك: هل تعتقد أن مجلس النواب سيشهد إقرارا لقانون الانتخاب لهذه الدورة العادية؟ 50% نعم و 50% لا. مرة أخرى ساعه النائب أمجد الخطاب، يعني كنت تتحدث عن موضوع التعليم أظن والصحة والمبادرة. لا رح نحكي عن قانون، عن قطاعين معينات اللي هو قطاع النقل وقطاع التعليم العام والعالي. الحين قطاع النقل في عندنا قانون حاليا موجود عند اللجنة النقل والخدمات العامة، القانون رقم 33 لسنة 2010. هذا القانون يعني بإذن الله تعالى في دراسة عليه وفي جهد انبذل فيه من خلال اللجنة السابقة واللي قبلها، بحيث أنه يؤسس لعملية نقل عام محترم في الأردن إن شاء الله. أهم عائق أمام النقل العام في الأردن اللي هي الملكيات الفردية، صح. أهم عائق، صح. هذه فترة من الفترات كانت تنفيع وكانت تكسيب لبعض الناس، طبعا. أدت عنا إلى مشكلة، يعني ما فيش حل مستعصي لكن حلها راح يسبب إشكال. بعض الحكومات كانت تأخذ الثقة بخط باص، بخط باص لمهند ولا لسين ولا لصاد ولا كذا. احنا مش على عهد الحكومه، صحيح حرام. صحيح صحيح. لا لا احنا ما فيش، احنا في مجلس النواب ومن خلال كتله مبادره اتفقنا مع الحكومه على اعاده هيكله قطاع النقل في الاردن بشكل عام، واجرينا دراسات والتقينا مع خبراء، وتبين انه هذا القطاع بحاجه الى 900 مليون دينار اردني. مليار يعني. مليار دينار. بلشنا المبلغ هذا لن يصرف مرة واحدة، سوف يصرف من 3 سنوات إلى 5 سنوات على مراحل. الحكومة استجابت معنا في هذا التوجه وأقرت في العام في ميزانية 2016 99 مليون دينار لقطاع النقل لإعادة هيكلته، وهو هذا المبلغ اللي وزارة النقل بتحتاجه لل 2016. طبعا راح تضاعف المبالغ ب 300 ب 300 أو ب 200 حسب. فبإذن الله تعالى في دراسة على هذا القطاع وفي تعاون كثير إيجابي من الحكومة، وبإذن الله تعالى يعني 4-5 سنوات إذا بقيت الحكومات ماشية على نفس النهج بإذن الله تعالى سوف نشهد حل مشكلة. بالنسبة للتعليم العالي والتعليم العام، يعني ما فيش دولة في العالم مخرجها من التعليم الأكاديمي 85% بجزء إلا الأردن. الأصل أنه أغلب التعليم تعليم مهني، صح. حاليا وزارة التربية والتعليم ماشي في هذا التوجه، يعني بدنا نحاول بالتعاون مع الحكومة في وزارة التربية والتعليم وهم متعاونة على الخطط، وعقدنا أكثر من مؤتمر وأكثر من اجتماع، يعني تحويل النسبة بحيث يكون 15% نسبة تعليم أكاديمي و 85% صح. في نقطة مهمة جدا أنه الحكومات الأردنية المتعاقبة ما وضعت استراتيجية واضحة للتعليم العالي، وما وضحت لمخرجات التعليم، فبالتالي سبب عنا زيادة في البطالة. معروف أن الأردن تاريخيا من الستينات والسبعينات والثمانينات معتمد على تصدير عمالته للخارج، الحين الخليج بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 5 سوف يغلق علينا، بالتالي إحنا بحاجة أنه نفتح أسواق أخرى، وهنا بيأتي دور الملحقين العماليين. وين دورهم هذول؟ فتح الأسواق للعمال الأردنيين. الأردن لن يستوعب أبنائه، الأردن طول عمره لا يستوعب أبنائه في الأيدي العاملة، لأنه بلد قليل الموارد، بلد لكن الإنسان أغلى ما نملك فيه، والإنسان هو اللي بيجيب الدخل للحكومة، لا للدولة عندنا الأردنية. صحيح. سعادة النائب عبد الله خالد، لك الكلام في موضوع البطالة كان طبعاً قبل فاصل وموضوع أيضا تعليق، تفضل. سيدي، أولا أنا بس حاب أكمل على تعليق زميلي. نحن طبعا أخذنا التعليم العام، التعليم العالي السنة الماضية كان في نقطة مهمة جدا نحن طلبناها من الحكومة، والحمد لله الآن في الموازنة الحالية اللي راح تصدر قريبا حققت، وهي يعني سداد مديونية الجامعات.
إن شاء الله الله يسمع منك. نعم وهذا الكلام لا هذا الكلام الآن إحنا أصلاً في المبادرة كان إن السنة الماضية ما صوتنا مع على الموازنة بالإيجاب لسببين. إحنا اشترطنا حتى نصوت على على الموازنة أن يكون هنالك مشروع النقل العام نتكلم عنه زميل ديش عيدو بيكون هذا الكلام دقيق وهذا تنفذ. وبرضه كنا طالبين إنه يعني تعديل موضوع النقل التعليم العالي من خلال مدير الجامعات ولكن كان مربوط بعدة ثلاث نقاط رئيسية وهو الصف كيف نحن نطور الصف ونعيد علاقة الصف إليه يعني من خلال دكاترة أكفاء من خلال تأهيل الدكاترة بصيرش أنا برفع يعني مدر الدكاترة بشكل تلقائي ولكن يجب أن يكون هناك فروقات في الأداء كمان وإحلال بحيث نبعث ناس يعني لجامعات محترمة ترفع مستوى التعليم في الأردن. موضوع البطالة يا أخوان في الأردن يعني إحنا حكى زميلي برضو عن موضوع التعليم التقني. للعلم الأردن فيها أكثر من 1.5 مليون مغترب يعملوا في المجال التقني وهذا مجال بحاجة إلى أن يحل محلهم أردنيين أيضا. فإذا طورنا التعليم التقني إحنا بحاجة مع احترامي إلى المهن يعني المسرجي الكهربائي الميكانيكي البليط المسر يعني في هذا القطاع. دعني أقطعك في هذا العجالة لأنه لم يبقى لدينا وقت كثير. نعم. لكن أبرز القوانين عندنا قانون الانتخاب على الدورة. نعم. العادية التعديلات النيابية المقترحة مخرجات لجنة. نعم. القانون القانونية حوار وطني الذي أجرته في المحافظات القائمة العامة بقائها وعدمها هل تعتقد أن القائمة العامة ستبقى أو ستذهب؟ سيدي أولا اسمح لي أنا بهمني المواطن يسمع منا كمان نحن على فكرة في هذا المجلس بسرعة لو سمحت. نعم هذا المجلس على فكرة أقرينا قوانين تعادل يعني معظم القوانين اللي أقرت في المجالس السابقة يعني حتى الدورة السابقة الأخيرة هاي الدورة الثالثة الدورة العادية الثانية أقرينا 53 قانون وهذا إنجاز يعني رهيب جدا وكبير جدا. بالنسبة لقانون الانتخاب بالنسبة نعم قانون الانتخاب سوف يقر في الدورة العادية القادمة أنا أرى بأنه يجب أن يتم إقراره قبل نهاية شهر 4 إن شاء الله. أنت مع بقاء القائمة العامة؟ أنا ليس مع بقاء القائمة العامة إلا من خلال يعني برامج محددة وواضحة وليست كما تمت في مع احترام نستفيد من تجربة الأخطاء السابقة أنا أرى أن القائمة العامة تصلح للبلد في حال واحدة بأن يكون هناك أحزاب قوية تدخل انتخابات من خلال برامج واضحة وصريحة لها عتبة واضحة ولها عتبة واضحة. عظيم دكتور محمد لا مركزية بعد رد الملك لها هل تعتقد أنها ستجد طريقة بسهولة وبجلسة واحدة وبسرعة؟ نعم كما أشرت هي تحتاج إلى جلسة مشتركة وخلالها لأن هي النقاش سيكون في على جزئية طيب بالنسبة واحدة. للقائمة العامة في قانون الانتخاب والله أنا مع القائمة العامة القائمة العامة شكلها الحالي اللي خبطوا عليه هو يعني التحسينات ضرورية في أي قانون استفادة من التجربة نعم لكن يعني القائمة العامة يعني كان لها فائدة في النسيج الوطني يعني القائمة لما يكون منها من محافظات مختلفة أو من معظم المحافظات ومن المخيم ومن البادية ومن القرية ومن كذا هذا يعني في نوع من ربما أدخلت نوع من الاشتباك نعم. ومهمة وجيدة هل هناك يعني تعديلات بدأت نتراجع عنها خطأ هل أنت مع تغيير عدد الدوائر مثلا ما أبرز التعديلات ممكن تتوقع تكون مطلوبة لقانون الانتخاب أنا أولا مع قضية تقسيمات الدوائر يجب أن تكون ضمن القانون ولا تترك للحكومة تتحكم فيها كما تريد وفي اللحظات الأخيرة لا بد أن تكون جزء من القانون عظيم سعادة دكتور أمجد آل الخطاب باعتقادك القانون الانتخاب سيمر بتعديلات كبيرة ولا بتعديلات يعني لا شوف يعني هو في القانون يعني أغلبيته إجراءات في مادتين أو ثلاث مواد مهمات صحيح يعني في عدد الدوائر عدد الدوائر بالنسبة للقانون القائمة النسبية المحددة وبالنسبة لبعض الزملاء كثير بتكلموا عن القائمة العامة أنا في اعتقادي يعني الثلاث مواد راح يصير عليها نقاش كثير وباعتقادي أنه القانون في المرحلة الحالية اللي احنا بنعيشها احنا بنعرف أنه عندنا الإصلاح يعني متدرج صحيح. وما بدنا نحرق مراحل ما بدنا يعني أي نعم في قوانين بجوز تكون أفضل وفي كذا وفي كذا وفي كذا لكن لخصوصيتنا ولحالتنا الأردنية احنا نقول أن القانون في الوقت الحالي يفي بالغرض المطلوب منه يا أخي المجلس بيجي 18 بيعدل بتقدم خطوة للأمام يعني عادة تجارب وتجربة بتبني تجربة طيب. وبتقدم على بعض احنا المشكلة عندنا يعني في القوائم أو في العتبة أنه ما فيش عندنا أحزاب ما فيش عندنا أحزاب بمعنى أحزاب صحيح. يعني قوية قادرة على الحصول على مقاعد انتخابية يعني حتى في العالم العربي كله في لا صحيح بس في العالم طيب العربي كله يعني الله يطول عمركم بس بالنسبة لعمر المجلس بتوقعوا يستمر
إلى متى هل تكون هذه الدورة؟ المجلس دستوريا ل 23/1/2017 أربع سنوات شمسية. أربع سنوات شمسية دستورياً. نعم. يعني إحنا زي ما تقول بودنا إن. سنة تحملكم سنة يعني. لا 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 إحنا بودنا كمان يتمدد لنا سنة ثانية يعني. عرفت كيف؟ لكن باعتقادي إحنا يعني حسب القوانين الموجودة عندنا والبدنا ندرسها يعني بحاجة إحنا للدورة العادية وبجوز دورتين استثنائيات حتى يعني في بعض قوانين ملحة نخلص منها لأنه قانون الموازنة العامة بين النقاشات وبين. راح يأخذ وقت. في المجلس راح يأخذ له من شهرين لثلاث شهور. طبعاً. بالتالي نصف الدورة العادية. وبده يروح على اللجان وربما يحدث أشياء جديدة وقوانين جديدة. أشياء جديدة صحيح. يعني الله يعطيكم العافية. شكرا لكم ضيوفنا الأعزاء الدكتور أمجد الخطاب, شكرا لك سعادة النائب عبد الله الخوالدي, شكرا لك سعادة النائب دكتور محمد الحاج. سؤال شارك قبل أن نذهب عبر تطبيق رؤية, هل تعتقد أن مجلس النواب الحالي في دورته الحالية سنشهد إقرارا لقانون الانتخاب في الدورة الحالية؟ 54% يقولون نعم و 46% يقولون لا. حتى نلتقي في حلقة قادمة, استودعكم الله والسلام عليكم.